السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس محمد الرمحي من موقع zworks.net. اليوم بدرس جديد رح نتعلم كيف نحن ممكن نسوي تصميم محل ملابس أو محل متخصص في العبايات بشكل أكبر. رح نبدأ ببوكس. مساحة المحل حتكون عبارة عن، أو ممكن احنا نشوف صورة المحل. عندنا هذا هو المحل، طبعا فيه له ميزان، والمحل هو عبارة عن 4×7، العرض 4 والعمق حيكون 7، الارتفاع حيكون 7 متر. هذه هي مساحة المحل. edit body. نفرغ المربع للداخل، طبعا الميزان دائما بيكون على ارتفاع 350. الميزان تقريبا جاي لنصف المحل. ارتفاع الميزان بيكون 40 سنتي، العرض 4 متر. الميزان نلاحظ بالصورة، الميزان طبعا جاي لنص المحل. تمام، نرفع الميزان. طيب أنا سويت بعض التعديلات، الآن خليت الارتفاع كامل 6 متر، وخليت الارتفاع الميزان 3.20 متر، وخليت الميزان على ارتفاع 3.20 متر ب4 متر داخل لجوا. طبعا دائما دائما نحاول نسوي سيف للملفات بفايل جديد، عشان إذا خرب علينا الماكس أو مثلا تعطل أو صار معك أي مشكلة يكون عندك ملف مسترجع تقدر تسترجع الملفات منه. طيب نسوي محلات الجيران، ممكن نسوي كمان الواجهة الخارجية عشان نكون موحدين المحل. تمام، طيب احنا اتفقنا طبعا حنسوي حلزون، درج حلزوني للميزان، وعندنا دورة مياه حتكون هنا على اليمين، والدرج الحلزوني على اليسار، والكاشير هنا موقعه. طيب فإذا بالتالي أنا ممكن الآن أتجه إلى موقع www.zworks.net. بالمتجر أنت راح تلاقي طبعا كثير من المنتجات، وال3D موديل وال3D سين لل3D ماكس جاهزة للتحميل، بحيث أنت تقدر تستفيد منها. مثلا عندك في قسم الملابس أو الدريسينج أو الكلوذينج ستور، هتلاقي كثير من ال3D موديلز اللي أنت ممكن تستفيد منها، مثلا من ناحية الباترينات، العرض، الستاندات، هالأمور كلها. أسعار رمزية جدا، تقدر تشتري السين كامل وتعمل له ميرش على ال3D ماكس، وتستفيد وتعمل يعني دراج اند دروب للفايلات. فإذا أنا الآن حشوف إيش المنتجات اللي أنا هستخدمها، ممكن أستفيد من الإضاءة، ممكن أستفيد من الكاونتر، ممكن أستفيد من الباترينات، العرض. طبعا لا تنسوا عمل سبسكرايب للنيوزلتر عشان يوصلكم آخر الأخبار، وطبعا في سبيشال أوفر، عرض خاص 50% على الموقع، تقدروا تشتروا باستخدام الكوبون ZZWORKS10، تحصل على 50% من السعر، طبعا العرض لفترة محدودة.
الآن أنا راح أطلع على آخر الستاندات اللي أنا ممكن أعرضها. مثلا هذا الستاند طريقة العرض عنده حلوة، الأدراج طريقة العرض، هالأمور، فنشوف نحن إيش اللي ممكن نشتريه ونستفيد منه في التصميم.
you